دايما بيستوقفني ليه ماجدة انتجت مع ان هي ما كانتش محتاجة. انا يعني دايما بشوفها ان هي كانت نجمة مختلفة في كل حاجة، ليه انتجت؟ ليه دخلت الهاسل بتاع الانتاج؟ هقول لك هي لما اشتغلت مثلا، عملت لحن الخلود في اول بداياتها، عملت اللي هو الانسه حنفي مثلا، ببتديك من الاول، عملت مثلا بنات اليوم، عملت افلام جامده الحاجات جدا. دي حلوه. اوكي، هي حست انها محتاجه تقدم نفسها بشكل اكتر، اللي محدش هيقدمها غير هي، غير مين اللي نفسها. جاب لها الفكره؟ يعني في الوقت اللي زي ده وهي لسه بتبتدي، انا مثلا ايه، لسه الفلوس مش يعني طبعا، بالنسبه لي حاجه مهمه، طبعا، لا ده هي اخذت اللي حيلتها وعملت شركه الانتاج وانتجت، وده حاجه بالظبط كبيره. بالظبط. مين اللي دخل الفكره في دماغها؟ هي كانت سابقه في الحاجات دي كتير حقيقي، يعني كان عندها مخها كان يعني، او احساسها ومخها كان بيقول لها تشوف الحاجه ساعتها. يعني اين عمري على ما اعتقد هو كان اول واحد تنتج، وكانت اول واحده ممثله مصريه تنتج فيلم عن قصه ادبيه، كان اول قصه ادبيه بتاعت استاذ احسان عبد القدوس كانت اين عمري، وكانت صفحة واحدة أنا قريتها أصلي، صفحة في صفحة قصة، صفحة صفحة ولفتت نظرها انها تنتجها. صفحة صفحة قالت أنا عايزة دي. طب اقول لك على حاجة، انتاج فيلم الانسة حنفي بتاع اسماعيل ياسين، قصة لو دلوقتي محدش يعرف يعمل القصة دي بالظبط، وكانت بتخاطب قدام دلوقتي اللي المشكلة احنا بتاعتها اللي احنا دلوقتي. فيها. تخيلي بقى قد ايه زمان، من مش عارفة 10 و100 سنة. جابتها منين؟ مين يعني هي مش ازاي انتجتها، هي اشتغلت فيها، يعني هو كان اسماعيل ياسين. هو اللي اختارها؟ هو بداية انتاجها كان أين عمري، كان قصة اين عمر إحسان عبد سنة القدوس. 56 57 حاجة طب كده يعني. هنيجي للتمثيل، بس نروح تاني للأستاذ إيهاب نافع باعتبار إن هو كان وسيم وكان فتى أحلام كتير من الموجودين في العصر ده وما بعد العصر ده طبعا. ففكرة إن هو اختار ماجدة وهما كانوا بيشتغلوا مع بعض في فيلم، واضح بقى إن هما حبوا بعض، لكن ليه يقعدوا بس 4 سنين؟ هي قالت حاجة وهو قال حاجة، يعني ولا هي هقول لك حاجه ثالثه. ايه بقى؟ طب وليه ان انت، هي قالت ان في حد، انت قلت في حد وقع وهي قالت في حد وقع، هو ده. وهو قال ان هي انا سافرت وهي عايزه تقعد هنا عشان شغلها وشهرتها وما تقدرش تسيب هنا. ايه بصي، الحقيقه في القصه دي؟ الحقيقه ان هم اتفقوا على الكلمتين دول، يعني ان هم هم الاثنين يقولوا كده للناس. اتفقوا، ده اللي يتقال. طب ايه اللي ما اللي اتقالش حصل ان بقى؟ في ناس وقعت بينهم كتير. طب هل كانت العلاقه هشه لدرجه ان في ناس يخشوا يوقعوا بين اتنين بيحبوا بعض؟ هقول لك، ماما ودانية، ماما ودانية، ماجدة ودانية، الدوي على الودان، الزن أقوى من السحر. وأكيد الزن عن الستات، أكيد فإن هما استغلوا فكرة إن هو أمور. أكيد أكيد، ما كانش بيتساب طبعا، أكيد يعني لوحده، ما هو لا بيمشي كده طب يتعبطوا. ما فكرتش مثلا تيجي تقعد معاه تقول له ده بيقولوا لي كذا أو أنت بتعمل كذا؟ لا، ماما كرامتها فظيعة، بس أنا عايزة أقول لك، كرامتها يعني كرامتها عندها فوق أي حاجة طب بس انا عايزه اقول لك هي خالص. قالت ايه وهو قال ايه. واضح ان هما ما كانوش متفقين، لان لو متفقين كانوا قالوا حاجه واحده. طب قولي. هي قالت انها ما قدرتش تتحمل علاقاته النسائيه وان وسامته هي سبب عدم استمرار الجواز. يعني فعلا فكره الست اللي تتجوز راجل ملفت دي ضريبه كبيره جدا وجهاد كبير جدا. هو قال ان الطلاق حصل عشان انا اضطريت اسافر بيروت وهي رفضت تسيب مصر وفضلت الاضواء والفن على الحياه العائليه. بصي، الكلمة اللي حضرتك قلتيها دلوقتي عن ماما، لا ما اعتقدش ماما تكون قالتها. لا لا بس هو كان وسيم بيتجوز كتير لا ماشي، وحابين، ده احنا ده اللي عارفينه، حصل في الاخر. بس ماما ما تقولهاش. بس هي ما لا اعلنتش عن ما الكلام. اه لا ما تقولهاش، لا مش ماما، لا لا، مش كرامتها شخصيتها. في الستات ايه كرامتها، انا احلى ست في دي مصر. كرامتها توجعها، ما ينفعش. طيب لا لا لا، ايه اللي حضرتك سمعتيه من بابا؟ يعني هو حكالك ماما ايه؟ ودانية. هو قالك انها ودانية امك ودانية كده بالظبط، امك ودانيه ولا بتسمع. غيورة؟ لا، حتى مامي لو بتغير ما تبينش على فكره، ممكن تتخانق على اي حاجه تانية، بس ما تقولكيش انها طب غيرانه انا عليكي. ممكن اكون ودانيه، بس لازم يكون وانا ودانيه في جزء من اللي بيتحكي لي صح، بدليل الجواب اللي هو سابه لها واللي انت لقيتيه انا لقيته، اللي هو بيقول لها سامحيني. بيقول لها لا احنا، انا بحبك وما تصدقيش اللي بيتقال، وانت غاليه عندي، وخلي بالك من غاده، وخلينا عشان بنتنا وعشان تبقى غاده معانا، ورغم كده انا تحت امرك واللي انت تقولي عليه انا طب هنفذه. مش ما يديكيش دلوقتي في طريقتنا الخبيثه اللي احنا فيها في ايامنا ان ممكن يكون هو ان هي كان ليها حق في حاجات؟ اكيد لها حق، بس برضو مش يعني اكيد لها حق، بس هو كان، هو اصل بابا طيب قوي يعني، بابا ممكن يعني
بمنتهى الامانه كنت تتمني ان هم ان هي ما تاخدش القرار ده يا غاده طبعا طبعا دلوقتي؟ الحاجه كانت هتختلف معاكي؟ اكيد. كانت حلمتي بيها تبقى عامله ازاي في وجود ماجده وايهاب نافع مع بعض لسنوات طويله وانتي بينهم؟ كتير هتفرق، كتير هتفرق في شخصيتي حتى، يعني عارفه وجود الام والاب في بيت مهم جدا للاولاد جدا، مهما حاولتي تعوضي لا، في حاجه ناقصه، في حاجه بتوجعك، حاجه بتوجع بالذات ان هو ما كانش موجود معظم الوقت، رغم ان هي ماجده كانت موافقه دايما انك تشوفيه وهو كان بيجي لكم، لكن هو ما كانش متواجد. بس كمان ايه، مامي لما اتطلقت اخوها جه عاش معانا، فاخوها فكان عندك اب بديل يعني. بالظبط، بس كنت بحبه جدا، بيموت فيا جدا، بس بس مش ستيل بابا. في حاجه كده صغننه مش قادره، في حاجه بتاعت بابا.